وشعوبها ستظل مهزومة كما كانوا هؤلاء الزعماء الفاشلين مهزومين في كل معاركهم. لكن هذا الصمت المريب من الأنظمة ومن الدول العربية والإسلامية هو صمت العاجز بعد أن كشفت عورته على يد ثلة من المقاتلين الذين بايعوا الله عز وجل على أرواحهم في سبيل نصرة الأمة. ثلة سلاحهم بندقية وقلبهم عامر بالإيمان، استطاعوا أن يزلزلوا هذا الكيان الورقي الذي يهين هذه الأنظمة ليلا ونهارا. 6 دول عربية بخلاف الدول الإسلامية التي تطبع مع الكيان الصهيوني. هل أنتم فرحون على فراش الصهاينة؟ هل شبعتم من الإهانة والإذلال؟ هل شبعت بطونكم من الاحتقار والإذلال على يد الصهاينة؟ أم أنكم لا تملوا من الإذلال؟ يا أبناء الإذلال والذل، 6 طول مطبعة، لم يفكر نظام واحد من هذه 6 دول أن يبعد هؤلاء الخنازير من الأراضي العربية والإسلامية الطاهرة، مستمتعين بالذل، مستمتعين بالخيانة. نحن أصبحنا متعودين ونعلم حقيقتكم، جلودنا أصبحت خشنة أمام خياناتكم، نعلم على عمالتكم لربكم أمريكا، نعلم كشوف استلام الرواتب من CIA، كلها نعلمها. ولكن أعدكم وعدا ليس مني بل من الله عز وجل بأن هذه الأرض ستتحرر بعز عزيز أو بذل ذليل. الله أكبر، الله أكبر.